بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم سأتأمل معكم آية عظيمة من سورة البقرة، وهي أول آية يذكر فيها مخلوق أو حشرة صغيرة يستخف بها الكثيرون، ولكن تبين الدراسات أن العلماء حتى الآن لم يفهموا حقيقة هذه الحشرة الصغيرة، لم يستوعبوا الأسرار الكامنة، آلية العمل فيها، آلية الطيران المعقدة، آلية امتصاص الدم، آلية التكاثر. لذلك كل التكنولوجيا المعاصرة اليوم أيها الأحبة فشلت في التخلص من هذه الحشرة الصغيرة التي نظنها شيء تافه. تصور مليارات الدولارات أنفقت خلال عشرات السنين الماضية لتخليص الناس من مرض الملاريا الذي يقتل مئات الآلاف سنويا بل الملايين، فهي القاتل الأول في العالم ولم يتمكنوا. انظر انظر كم أنت ضعيف أيها الإنسان أمام هذه البعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. كلام يعني يحتاج إلى مجلدات، ولكن سنتأمل القليل فقط من معاني هذه الآية. لماذا بدأ الله بهذه الصيغة إن الله لا يستحي؟ طيب هذا يدلنا على أن الله سيتحدث عن مخلوق عظيم، مخلوق شديد التعقيد. بالفعل البعوضة معقدة جدا جدا لدرجة أن العلماء عاجزون عن فهمها حتى الآن. الآلية العجيبة التي تتكاثر بها هذه البعوضة، آلية امتصاص الدم، هي تتغذى على دم الإنسان والكائنات والحيوانات الأخرى وتختار نوع الدم، ولديها سكاكين دقيقة جدا مزودة بمادة مخدرة تقوم بعملية جراحية تخدر مكان الجلد، ثم تقوم بفحص نوعية الدم، لديها مخبر لتحليل الدم هل يناسبها أم لا يناسبها. ثم إن الذي يقوم بهذه العملية هي الأنثى وليس الذكر، لذلك ضرب الله المثل على الأنثى، بعوضة فما فوقها، لم يقل فما فوقه، الأنثى هي الأكثر تعقيدا. امتصاص الدم، لديها جهاز فصل الماء في بطنها، تفصل قطيرات الماء وتأخذ الدم الصافي. هذه حيرت العلماء لفترة طويلة، اكتشفوها فقط قبل سنوات طويلة، تبين لهم أنها لو حملت كل الدم مع الماء لا تستطيع الطيران، ستبقى في مكانها. فزودها الله بآلية معقدة. نحن إذا أردنا أن نصنع محطة لتحلية المياه مثلا، نفصل الملح عن الماء، كم تحتاج إلى طاقة وأجهزة ومضخات، ويعني شيء معقد. البعوضة لديها أعقد من محطات التنقية، محطات تنقية المياه وتحلية مياه البحر. البعوضة لديها شيء أعقد لأنها تخلص الماء أو تسحب الماء من داخل الدم بطريقة عجيبة. كيف تستطيع سحب الماء فتتخلص منه وتحمل هذا الدم لتتمكن من الطيران؟ على الرغم من ذلك العلماء وجدوا أن كمية الدم التي تحملها أكبر مما يمكن لجناحيها أن يحمله. طيب كيف تحمل هذه الكمية؟ هذه القضية أخذت عشرات السنين، صدق أو لا تصدق، حتى تمكن شخص وهو أستاذ الهندسة الميكانيكية اختصاصه الطيران، ميكانيك الطيران،
المتخصص بأجنحة الطائرات وآلية الطيران وغير إلا استطاع الفهم أن جناح البعوضة لا يرفرف هكذا، بل هكذا هكذا مثل المجداف، يعني حركة صعودا وهبوطا بالإضافة لحركة دورانية هكذا هكذا، يعني يأخذ الهواء ويضغطه للأعلى، يضغط الهواء للأعلى، فتزداد فاعلية الأجنحة كثيرا، فلذلك البعوضة تستطيع أن تحمل أكثر بكثير من وزن جسمها، وأكثر بكثير مما تتحمله هذه الأجنحة الرقيقة والصغيرة بفضل هذه الآلية. من أين جاءت هذه الآلية؟ يعني كيف تمكنت الطبيعة، كما يقول أصحاب نظرية التطور، كيف تمكنت الطبيعة من منح هذه البعوضة هذه الآلية الهندسية الدقيقة في الطيران بهذه الطريقة، والتي اليوم العلماء حتى اليوم لا يستطيعون استخدام هذه التقنية بدقة، هم قلدوها وصنعوا مثلها ولكن بكفاءة أقل بكثير، سبحان الله. لذلك أنت أمام جهاز شديد التعقيد، جهاز طبي، جهاز طيران، جهاز تحليل، جهاز تخدير، جهاز رصد درجة الحرارة عن بعد، جهاز لقياس المسافات، جهاز للتوجه، جهاز للتكاثر، آلاف الأجهزة مضغوطة كلها في حجم سنتيمتر فقط، طوله سنتيمتر. يعني تخيل عظمة صانع هذه البعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لتدرك أن الله لا يذكر شيئا عبثا. طيب فما فوقها، يعني أنت تقول فلان جاهل وهناك أجهل منه، ما فوقه في الجهل، يعني هي صغيرة، والله ضرب مثالا قال فما فوقها في الصغر، يعني هذا أحد أوجه فهم الآية. طيب ما هو الشيء الأصغر من هذه البعوضة؟ هناك حشرات اسمها مايس صغيرة جدا، أصغر من البعوضة بكثير، تعيش هنا على رأسها وعلى ظهرها وعلى بطنها، وتمص منها الدم، سبحان الله. يعني الشيء والله يعني يقشعر البدن عندما يرى. طيب نحن اليوم نحن عاجزون، هل رأى أحدكم، أنا أسألك، أنت رأيت كثير من البعوض، هل رأيت حشرة أصغر من البعوضة تمص دم البعوضة؟ لا تستطيع أصلا، العين لا تستطيع أن ترى ذلك إلا بصعوبة شديدة، تحتاج إلى مجهر، إلى مكبرات. طيب كيف تنبأ القرآن بوجود هذه المخلوقات وحدد لك قال فما فوقها؟ طبعا فما فوقها تشمل كل الكائنات، ليست فقط هذه الكائنات، هناك حشرات كثيرة أصغر من البعوضة ومعقدة مثل البعوضة أيضا، مثل هذه القراديات والأشياء التي تعيش على رموش العين وعلى الحواجب وعلى الشعر، وحشرات كثيرة كثيرة، هناك أنواع كثيرة جدا من الحشرات المجهرية لا نراها، تعيش معنا وتأكل معنا وتتغذى، بالإضافة للبكتيريا التي هي أصغر بكثير بملايين المرات من البعوضة. البكتيريا تعيش معنا، يعني أمعاؤك أيها الإنسان، معدتك، جهازك الهضمي، فيه تقريبا لا أذكر رقم، ولكن أكثر من 30 تريليون خلية بكتيرية، تريليونات الخلايا البكتيرية موجودة أين؟ تعيش معك وأنت لا تراها. هي جزء من نظام حياتك. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هنا النتيجة، نتيجة الآية، فأما الذين آمنوا، المؤمن ما دام آمن بالله ووثق بالله وعلم أن الله هو الحق، هو يصدق بكل ما جاء في هذا القرآن. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لا يحتاج المؤمن لا إلى مكبرات ولا إلى دراسات علمية، ولا يحتاج إلى
أبحاث وصور يعني ليؤمن بالله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه هو الحق من ربهم، ولكن عندما نرى هذه الصور نزداد إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب، وأما الذين كفروا أمثال الملحدين الذين يجلسون على الإنترنت بكل برودة أعصاب، يعني ماذا يعني كيف القرآن يذكر البعوض والذباب والنحل والعنكبوت وكذا، يعني ما هو الهدف؟ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يستهزئون ويستكبرون. انظر هنا، يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا. فعلا هناك أناس تخشع قلوبهم عندما يرى حقائق عن البعوضة، يخشع قلبه من الإيمان، يزداد إيمانا. وهناك ملحد مستكبر يزداد سخرية واستهزاء واستكبارا كلما رأى آية من آيات الله سبحان الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الذين يزدادون إيمانا، كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.